انا المفترض ان انا عندي استراتيجيه كاتحاد ان انا بعمل منتخبات شباب، منتخبات اولمبيه، منتخب اولمبي، منتخب فريق اول. المفترض ان كل جيل بيمد جيل التاني. عشان كده لما اجي اعمل احلال وتجديد، المنتخب بينادي بالتجديد من بعد كاس العالم اللي احنا اخفقنا فيها ديت او شاركنا فيها، فبيطالب بالتجديد. اللي حصل في بطوله الامم الافريقيه هنا عباره عن مسكنات، ما حصلش تجديد في على الرغم ان المفترض انت طبيعي انك بتعمل منتخبات تكون معد عشان لما تعمل احلال وتجديد يكون موجود من العدد. المنتخب الاولمبي اللي هو بيدربه الكابتن شوقي غريب حاليا عنده العديد من العناصر اللي تستطيع انها تمثل المنتخب الاول في جميع المراكز، بس المهم انك تدي الفرصه. الحاجه الثانيه البد لابد ان انا اكون واضح مع نفسي كمنتخب اول كاستراتيجيه، ان انا المفترض ان اقول ان انا بس ببني جيل، لكن بعد 5 سنين هبتدي هرجع تاني للرياضه الافريقيه وتفوق. انا عاوز اعمل جيل 10 سنين يفضل مع بعض ويفضل يرجع تاني بتحقيق البطولات. مش عاوز اعمل مسكنات ان انا بمجرد بطوله فاختار وبعدين نرجع بعد بطوله نبدا من جديد ونسف حمامك القديم. لا، ان الاوان ان احنا نغير جلدنا بنسبه 75%. اللاعبين عندنا لاعبين صغار جيدين، نصبر عليهم، نديهم الفرصه، ندعمهم بالنتائج. وانا متاكد ان هم لو خدوا الفرصه بشكل كبير جدا مع تحقيق لهم الاتموسفير الجيد ان شاء الله هيحققوا النتيجه بشكل كويس.